هي شنو شرحت؟ شرحت لنا على شو اسمه الايورتا والانفيري فينا كيفا. شلون تقدر تميز بين الايورتا والانفيري فينا كيفا؟ اللي هي قالت على الليفت، على جهة الليفت، على جهة السبلين هو الايورتا، وعلى جهة الرايت اللي هو الانفيري فينا كيفا. فحتى ما تنساها بعد، على جهة حسم على الليفت اللي هو القلب، من جهة القلب موجود اللي هو الهارت، يا هو أقرب واحد الايورتي. فالايورتي هو والمنع الليفت البعيد عن الهارت هو الانفيري فينا كيفا. زين، هسه هذا شنو عندنا؟ هذا السبلين وهذا الليفت، ليفت كدني، وهذا شنو؟ هذا الرينال فين، رينال فين حسب ما يقول منتظر بذمته. حسب ما يقول رينال فين، هسه شنو ما تقول لي هذا 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 اللي هو الانفيرير. وين 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 هذا؟ العفو، سوبيرير. وهذا السوبيرير ميزنتريك، هذا الانفيرير ميزنتريك، هذا السوبيرير ميزنتريك، هذا التستيكولار ارتري. تستيكولار ارتري، تستيكولار. شو اسوي؟ تدري ليش؟